السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غادي نديروا هذه الورده، غادي نوريكم كيفاش غنركبوا لها العقيقات. هنايا هذا العقيق اللي هو غليظ، فانا الوسطانيه درتها بحال هكا. انا عندي عشوائي ولكن انا غادي نخدم بهذا، غادي نخدم به في هذا اللون، غنخدموا بهذا اللون. لا احنا مركبين هنا الخيط، كنجيو هنايا وتنخرجوا الخيط، هنا تنخدموا بحال هكا، لان هذه كيكون بعيده ما بين العقيقه والعقيقه، كنحاولوا نخدموها ونثبتوها بحال هكا. حنا ثبتنا هادي، نوريكم كيفاش غنديو الخيط بلا ما نعاودو نقطعوه، حيت هو كيزيد كيشد الخدمه مزيان بحال هكا. كندخلوها من وسط الخدمه وكنجيبوها بحال هكا حتى للراس ديال هنايا، كنديروا العقيقه بحال هكا وتنخدموا بحال هكا. حنا كنثبتوا العقيقه، كنديروا لان اللي بغيتوا تلبسوا القفطان خصكم ديروا العقيقه شحال من مره تثبتوها بالخيط، وهذا الخيط ديال النيلو راه تي راه صحيح، كتعاودي ثاني تثبتيها بحال هكا، تدخلي في العقيقه بحال هكا. وكنجيو هنايا للطور ديالها وكنمشيو كنديروا لها بحال هكا، كنمشيو وسط الخدمه تنخرجوا الخيط بحال هكا باش ما تيبانش. تنعاودوا ثاني هنا بحال هكا حتى لهنايا، احنا دابا جبنا الخيط هنا بحال هكا، كنديروا العقيقه عاوتاني، كنديروا على وجهها بحال هكا، كنعاودوا ندخلوا في الخدمه بحال هكا ونثبتوها شحال من مره. كنرجعوا ثاني في العقيقه، كندخلوا العقيقه بحال هكا وكنعاودو ندخلو وكنمشيو مع الخدمة حتى للراس الاخر. الا بغيتو ديرو غير بحال اللي كيعرف، هاهي من هنايا كدوزي الخياطة نيشان، هاهي ما كتبان لا هنا لا هنا، كتمشي مع وسط الخدمة. كنزيدو تاني ركبو، تي خدمة ساهلة وبسيطة، ما نطولش عليكم. اما كتثبتش انا مزيان، كندير غير جوج دورات، اما هي حاولي تقدري الا كانت هذا تخدمي تبقاي تخدمي باش دائما ما واخا يتصبن واخا ما يطيحش داك العقيق كيبقى ما تيطيحش. انا ملي كنبغي نخدمو تنديرو على شي مخده عاد باش كنخدمو. دائما في الراس الفوقاني كنشد
كندخل فيها عاوتاني بحال هكا، كنعاود نكرز الخيط وتنديها من وسط الخدمه حتى كنجي لهذا الراس الاخر عاوتاني. شتي كيفاش كتجي الاخرى عاوتاني؟ كنخدموها لان ملي كتبغيو تلونو تيكون شي قفطان اللون ديالو لون واحد، كتبغيو ديروا الالوان عشوائيين كديروا مثلا هاد اللون، كديروا الخضيار، ديروا عريشات. ان شاء الله باقي نخدم لكم العريش اللي تيواتي هاد الزواقه. عفوا كنمشيو تنمشيو مع التو مع الخدمه بحال هكا. حنا دابا قربنا نكملوها، كنشدو هاد الخيط اما تنخليوه حتى كنثبتو بيه فوق الثوب، يعني مثلا غادي نوريكم عف بياسة اللي كيكون الثوب بحال هكا، كتجي بحال هكا وكتبعوا الخدمه بحال هكا. حتى ان شاء الله غادي نصيب معكم شي بياسات بحال هكا ونخدمهم ليكم شونتيي صغار تشوفوهم. هنا هنا ثبتناها هانتوما كيفاش جات، كتجي رائع البنات. هذه حتى هي ملي غادي نديروا لها ثاني غادي نديروا لها اللون ديال هذه، كتجي روعه. الا بغيتوا تعمروا دوك العقيقات الصغار كتعمروا، ما بغيتوش نتوما وهذا هو. الا عجبكم الفيديو شاركوا في القناه وما تنساوناش من اللايكات، والسلام عليكم ورحمه الله.